ده ادم. شو اسمه ابوك؟ وومن. نعم؟ صحيت يا ادم صحيت. فانا قسم تقرا. باك. شكون عمل لك تو المرايات هذي؟ اقصد الانيشيتيف. ايوه طبيبه. باهي ترى بها ولا ما تراش؟ السبوره ما تراش بها بكل في الشمس. في الشمس باهي وفي السبوره تراش مليح ما تراش برشا باهي. وش قال لك الطبيب علاش مريض انت؟ قال لك الشمس ما تليقهاش في عينيك. مناش يا سيدي مناش عينيك هكا معناها ما بوك شبيه ما عملكش مرايات باهية ولا ما عزكش الطبيب ولا بوك شي يخدم؟ الشام. يخدم في الشام دي يخدم ديما ولا ديما قاعد؟ ديما في الشام دي وبرا باهي. قداش عندك من خوف؟ نعم؟ اي ما عندكش خوك؟ انتوما اربعة في العائلة وبوك وامك؟ باهي. المرايات هذه مش مقلقتك برشا؟ قلقتك وش؟ ها؟ ما تخافش عليها ما تكسركش ولا حاجة؟ بابا يضربك تتكسر. باباك يضربك إذا تكسر ما تحافظ عليها مليح مليح. سمعتني؟ بوك ما نجمش يعمل لك ما هزكش للطبيب بكل. قداش من مرة؟ برشا مرات. ما عندوش فلوس هو ديما؟ عنده فلوس. باهي يعطيك الصحة. باهي تحبش هيك شكون يعمل لك مرايات خير من هذه ولا يداوي لك عينيك بالكدا؟ تحب انت تحب تولي ترى مليحة؟ ها تكلم خلينا نسمعك عاد. تحب الواد باش ترى انت ما تراش مليح توا وما وتحبش باش تولي تقرا بالكدا باش تولي تعرف تكتب برشا؟ ها تحب ترى احكي لي شنو تحب؟ تحب تراه في السبورة كي تقعد من تالي ما تراه شيء؟ ها تكلم خلينا نسمع. ايه شنو؟ كنت من تالي مراش. كي تبدا قاعد من تالي ما تراش؟ باهي حتى ان شاء الله بحول الله نعمل لولدي فهمني ولا مرايات باهية ونعمل ونتلهو بيك بالكدا بالكدا. تحب ولا؟ ها؟ تحب تولي تمشي تبحث عن انيساتي تبدا ترى كل شيء هكا؟ باهي. شو اسمك انت قلت لي؟ ادم الشايبي. ادم الشايبي فهمني ولا من عائلة فقيرة جدا فهمني في حاجة إلى المساعدة في حاجة إلى الدعم. إن شاء الله فهمني ولا من خلال هذا المشهد بصراحة فهمني ولا ألمنا كلنا وكنا ولدنا الوليد هذايا ولد تونس فهمني إن شاء الله نلقاو قلوب رحيمة فهمني ولا تمد له يد المساعدة وتقدم له الإعانة لعلاجه وان شاء الله فهمني ولا نلقاو فهمني ولا اطباء فهمني ولا اللي ينقذوه فهمني ولا من هذه الوضعيه. بكل صراحه هي وضعيه حرجه والمعلم يتالم والمدير يتالم والاطار التربوي كله يتالم لهذه الوضعيه وان شاء الله فهمني ولا نلقاو المساعده لهذا الابن هذا البراءه فهمني على ملامحه وهو بكل صراحه الان يشعر وكانه فهمني يريد أن يكون كغيره من التلاميذ وشكرا لكل من يرحم هذا الابن.